السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تغطية لأحداث إسرائيل وغزة، الدول الإسرائيلية على قطاع غزة، دخل يومه 59. ولو قلنا إن كان في أيام فيها حرب وبعدين توقفت الحرب وفي هدنة وبعدين استؤنف القتال والمعارك، فدخلنا في المرحلة التانية بقى. النهاردة هيعتبر اليوم الرابع، لأن المرحلة التانية بدأت يوم الجمعة والسبت والحد والاثنين. النهاردة الاثنين، اليوم الرابع بقى في المرحلة التانية بعد استئناف القتال بعد الهدنة. الحقيقة لفت نظري إن نواب ونشطاء أمريكيون يواصلون إضرابهم عن الطعام أمام البيت الأبيض في واشنطن تضامنا مع غزة. الشعوب يا جماعة، في شعوب فيها ناس حرة ما يردهمش اللي بيحصل ده اللي إسرائيل بتعمله، بتستهدف المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة. في ناس عندهم إحساس وشعور راقي وبيشعروا بالآخرين، فعلشان كده بعض النواب الأمريكيين والنشطاء أعلنوا إضراب عن الطعام بيتضامنوا مع أهالي قطاع غزة. إحدى بقى السيدات قالت، وهي طبعا مضربة عن الطعام، قالت إن الوفيات اللي كانت حصلت في غزة نتيجة القنابل والوضع الآن على حافة المجاعة، يعني في وفيات خلاص حصلت نتيجة القصف الجوي والمدفعي برا وجوا وبحرا من الزوارق البحرية حتى، وفي قصف مدفعية وفي دبابات وطيران على كل شكل ولون بيضربوا في مدنيين. طبعا التخريب ده والتدمير دوت والبيوت اللي بتتهد على رؤوس سكنيها، الناجين بقى، لأن قطاع غزة فيه أكتر من 2 مليون، 2 مليون مثلا 300 ألف، فالناجين في حصار وفي دخول للمساعدات قليل جدا. هي قالت بيسمح فقط بدخول 7% من المساعدات الغذائية، والكلام ده لا يكفي طبعا. وقالت احنا هنا أمام البيت الأبيض مضربون عن الطعام عشان نحمل الرئيس جو بايدن المسؤولية كاملة ويحس بالحرمان اللي بيشعر بيه أهالي غزة، مع إنه يستطيع في حدود سلطته وقف إطلاق النار. طبعا من الحاجات اللي هي يعني تصعب عليك وانت بتقولها وقلبك يتقطع وانت بتسمعها، ان في غارة جوية استهدفت منازل مدنيين في حي اليرموك بمدينة غزة. وعلى فكرة الغارات الجوية بتستهدف شمال غزة ووسط غزة وجنوب غزة، مفيش مناطق آمنة في جنوب غزة. لكن انا جايب لكم الفيديو دوت، اللي عاوز يشوفه موجود عندي على المدونة، واحط الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا لقيت ان في طفلة اسمها الما، وعلى فكرة الما باللغة الاسبانية يعني الروح. ففيديو مؤثر جدا، الطفلة وهي تحت الانقاض بتطلب انقاذ عائلتها قبلها، هي يعني بتقول لرجال الانقاذ طلعوا عائلتي الاول، طلعوا ابويا، طلعوا امي، طلعوا اخويا الرضيع. اخوها الرضيع دوت بتقول عليه اهم شيء في العالم، بتقول طلعوهم الاول خلوني انا في الاخر، وقالوا لها انت كويسه؟ قالت لهم اه كويسه وعايشه، بس طلعوا امي وابويا واخواتي الاول، انا اخر واحده تساعدوني. التصوير في الفيديو للي هيشوفه هيجد فعلا طواقم الانقاذ اللي للاسف امكانياتهم عباره عن ايديهم اللي بيحفروا بيها، مفيش اي امكانيات ولا معدات ولا الات، قدروا الحمد لله يطلعوها. ودي صورة الطفلة ألمة عندها 12 سنة، طلعوها الحمد لله كويسة ما فيهاش حاجة، بس طبعا كلها تراب نتيجة الهدد تحت الأنقاض، الطيارة بتضرب البيت بيقع الناس اللي فيه، فالحمد لله إنها نجيت. لكن للأسف معرفناش بقى أي أخبار عن بقية العائلة. أتمنى ان بقية العائلة طواقم الانقاذ تنجح في انقاذه. نيجي بقى هنا لتصدي المقاومة لآليات وحشود عسكرية اسرائيلية. على فكرة اسرائيل قادرة على التوغل شمال قطاع غزة، موجودة فعلا في الشمال، وكمان موجودة في الجنوب قوات برية برضو في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس. لكن خلي بالكم، التواجد غير السيطرة والتحكم. هم موجودين في الشمال لغاية دلوقتي لم يحققوا أي إنجاز، خلي بالكم.
وفي مقاومة بتتصدى لهم بشراسة وبتستهدف الآليات وبتستهدف الجنود ونقلات الجند. فهو التقدم في الشمال سهل لأن في منطقة كده حوالي 1100 متر أرض رخوة، منطقة زراعية مفيهاش أصلا تواجد للناس لأنها منطقة زراعية رخوة، وبالتالي مفيهاش مكان للمقاومة. لكن لما يجوا بقى يدخلوا بقى أحياء زي الشجاعية والتفاح والحاجات دي، لأ فيها كتائب مقاومة. الكتائب دي بتتصدى بشراسة للهجوم البري وبتقتل جنود إسرائيليين وبتستهدف آليات إسرائيلية ودبابات وحاجات زي كده. حتى اللواء فايز الدويري المحلل العسكري الاستراتيجي بيقول عدم نجاح الاحتلال حتى الآن في تحقيق أهدافه، وإسرائيل صرحت بكده إنها لم تستطع هزيمة حماس في شمال غزة لصعوبة تضاريس المنطقة. أما بقى التحرك البري الإسرائيلي في الجنوب في خان يونس، اللواء فايز الدويري قال إن المقاومة نقلت 70% من قوتها من الشمال للجنوب. طب هل الشمال هيتأثر؟ قالك لأ مش هيتأثر، في برضو كتيبة بتقاوم ومقاومة شرسة وعنيفة، لكن قوتهم الرئيسية قوة المقاومة متركزة في الجنوب قطاع غزة، بالإضافة بقى لل70% اللي اتنقلوا لها فزادت قوتها أكتر. وتوقع اللواء فايز الدويري إن المقاومة في الجنوب هتبقى أكثر ضراوة وأكثر شراسة عن الشمال، وقال كمان أكد إن الدخول للمناطق غير إحكام السيطرة بالنسبة للقوات الإسرائيلية، وقال إن الإسرائيليين أعلنوا عدد قتل الجنود الإسرائيليين إنه تجاوز 400 جندي منذ 7 أكتوبر. لكن هو عنده معادلة كده يقولك الأرقام اللي بتعلنها إسرائيل نضرب في 10، وإحنا مغمضين كده لأنه ما بيقولوش الصراحة. ده رأي اللواء فايز الدويري، وهو على فكرة خبير عسكري أردني شهير جدا. طيب له رأي معاكس بقى، إن لما إسرائيل تعلن عن خسائر المقاومة قال نقسم على 10، لأنهم بيحبوا يزودوا خسائر المقاومة. على فكرة هنا في البث المباشر لقناة الجزيرة والبث المباشر لقناة الجزيرة مباشر، اللي عاوز يتفرج القناتين دول بيغطوا أخبار قطاع غزة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالتفصيل. رابط الموضوع على مدونتي هتلاقوه أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وعلى فكرة حوالي 2000 جندي إسرائيلي تلقوا مساعدة الطب النفسي منذ بدء حرب غزة، مع إن المفروض أهالي غزة هم اللي محتاجين كده، لأن القصف ليل نهار وطيران ما بيجابش عمال يمزمز على المدنيين وبيستهدفهم. لكن جنود إسرائيل الظاهر بان عليهم تراي غير المقاومة في قطاع غزة شرسة وعنيفة. عشان كده هم بيعتمدوا على الغارات الجوية. قلنا في قصف إسرائيلي كثيف وأحزمة نارية، يعني ده بيدمر بيوت كده في مربع سكني كده كامل ماشي. فالقصف العنيف والأحزمة النارية في خان يونس ومحيطها، لأنهم عايزين يدفعوا السكان لرفح على الحدود المصرية أقصى الجنوب لقطاع غزة. بينما بقى الخارجية الأمريكية بتقول تصريح عجيب شوية، بيقولوا لم نرى أي دليل على إن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا. طب اللي احنا بنشوفه في الفضائيات، طب الصور اللي بتتعرض علينا دي، طب النشرات الأخبار، معرفش يعني إزاي يعني. ويرجعوا تاني يقولوا الخارجية الأمريكية برضو بيقولوا إنهم بيتوقعوا سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعملية العسكرية بغزة، وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب. الكلام سهل طبعا، دعم غير محدود من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي طبعا، في ظل الحصار والتجويع والمياه الملوثة ومفيش مياه شرب صالحة، حياة صعبة جدا في قطاع غزة، وفي مخاوف من انتشار التهاب الكبد الوبائي وعدد من الأمراض المعدية الخطيرة بعد تفاقم المعاناة الإنسانية علشان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نقدر نقول انقطاع كامل في شبكة الاتصالات والإنترنت في خان يونس في جنوب قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية عنيفة. وللأسف وزير التراث الإسرائيلي اللي قبل كده قال تصريح إنه عاوز يلقي قنبلة نووية على غزة، كمان بيضيف جريمة إلى جرائمه اللفظية، بيقول إنه بيدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، واسمه على فكرة إلياهو منه لله والله. والغريب إن مسؤول عسكري إسرائيلي بيقول مهتمون بالتفاوض على صفقة جديدة بشأن الرهائن.
أما بقى تصريحات أبو عبيدة، بيقول مجاهدو القسام وجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمدايات مختلفة إلى داخل الكيان الإسرائيلي. وقال كمان إن مجاهدو القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وقال إن في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية من المسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق. طبعا أبو عبيدة بيقول إن مجاهدو القسام استهدفوا القوات الإسرائيلية في أماكن التمركز بالقذائف والعبوات الناسفة، وقال إنهم دمروا 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. نتمنى الحرب تقف، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يقف ويرجع التفاوض تاني، ونتمنى بكرة يكون يوم أفضل وأجمل. وفي النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.